رغم مرور نحو شهرين على الانتخابات المحلية التي شهدها العراق في ديسمبر كانون الأول الماضي، إلا أن الخلافات بين الفرق والأحزاب السياسية في البلاد ما تزال تمنع تشكل المجالس المحلية في بعض المحافظات كديالا وكركوك وصلاح الدين وبابل. الاتفاقات السياسية يجب أن تصب في مصلحة المواطن ابتداء ومصلحة المحافظة. احنا ما تخدمنا الأمور اللي تحدث أنه تأخير تعيين المحافظ أو تأخير مجلس المحافظة. لذلك احنا اليوم نطلب من الأحزاب السياسية والكتل السياسية التفاهمات والسرعة في إنجاز خدمات للمواطنين. وبالحديث عن محافظة ديالى، فالمشهد فيها في حالة شد وجذب وسجالات عديدة، ورغم أن المفاوضات متواصلة على قدم وساق بين الإطار التنسيقي وباقي المكونات في المحافظة، إلا أن المجلس فشل 3 مرات بعقد جلسة اختيار المحافظ. وفي كركوك لا يختلف المشهد عن جارتها ديالى، وهي التي تعرف بتعدد مكوناتها، فقد تعقدت الأزمة فيها أكثر، خاصة في ظل الصراعات الدائرة بين الأحزاب السياسية هناك على إدارة المحافظة، فضلا عن محاولات النظام التركي التدخل في الشؤون العراقية الداخلية، وذلك عبر تحركه لفرض أسماء من المكون التركماني لمنصب المحافظ وفق رؤية الباحثين. محافظة كركوك لها خصوصية خاصة، وقامت تبرز مشاكل مثل ما قلنا على المنصب اللي هو زائل حتما، لأن ماكو منصب دائم. تبقى الخدمة العامة اللي تؤدى للمحافظة، وخصوصا محافظة كركوك مهددة من قبل الدولة التركية الجارة اللي قطعت عنا المي، وباكر عقبه احتمال همنا الشن علينا هجمة احنا في غنى عنها الآن. أدعو الأطراف المتخاصمة إلى التروي في اتخاذ القرار ووضع مصلحة البلد أولا. أما محافظة بابل التي تشهد صراعات كبيرة بين المجلس المحلي المشكل حديثا وفق المحاصصة الحزبية، وبين المتظاهرين المطالبين بإبعاد منصب المحافظ عن حركة عصائب أهل الحق بعد تسمية عدنان فيحان الدليمي محافظا لها. ورغم تصويت 9 أعضاء من أصل 15 عضوا في مجلس محافظة صلاح الدين على تعيين أحمد الجبوري محافظا لها، إلا أن رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد رفض المصادقة على مرسوم تنصيبه لعدم توافر الشروط القانونية فيه ولأحكام جنائية سابقة صادرة بحقه، وفقا لإجابات صدرت عن هيئة النزاهة ودائرة القيود الجنائية، مما عقد المشهد من جديد في هذه المحافظة. فجاء صهيب اليوم بغداد.